مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، نتيجه منطقيه طبقا لاحداث الشوط الاول، سيطره واستحواذ من النادي الاهلي وهجمات ما شفناش حتى هجمات متبادله بين الفريقين، هي كانت تقريبا الماتش بيتلعب في نص ملعب الداخليه. تمام، 71% استحواذ للنادي الاهلي، 29% للفرقه اللي هو بيلعبها. كم من الفرص وكم من الاهداف الضائعه اصفرت عن هدفين. نتيجه الشوط الاولاني ده لو تشوف انت احمد عبد القادر لوحده يقدر كان يجيب 3 4 اجوال لوحده. ده اللي احنا اتكلمنا عنه ومش محتاجين اكتر من اللي حصل ده. انك انت يبقى عندك الرغبه في الدخول لمنطقه الجزاء واحراز الاهداف وانهاء المهمه. انهاء المهمه لاراحه جميع الوجوه وجميع الخطوط وجميع الناس اللي هي بتشتغل في المؤسسه كلها. اذا كنا احنا ولا الجماهير ولا الجهاز الفني ولا اللعيبه ولا الناس اللي نفسنا نشوفها على الخطوط موجوده، فبالنتيجه دي لو الكره العرضيه الاخرانيه ايمن دخلت بتاعه وسام الثالثه دي اللي هي بالعرض وطار عملها دي طلعت خارج المرمى في اخر دقيقتين دي كانت حكايه بقت. ده الطبيعي، ده النادي الاهلي الطبيعي بالاداء ده. انا لو مسؤول بيراميدز النهارده او لعيبه بيراميدز النهارده وبتفرج على النادي الاهلي، لا بيقول لك بيراميدز اتفرج عليه ما تسرعش. لا معلش انا ما تدخلش في كلامي. انا فهمت غلط. ماشي اتفضل. لو انا بتفرج انا وبشوف الناس دي بالشكل ده وبالتوغل ده وبالروح دي وبالبتاع اقلق. فنتمنى لهم تكمله نفس الشكل ده ان شاء الله باذن الله. كل ما تدبدب اكتر كل ما هتجيب اجوان اكتر. كابتن اسامه، شوط جيد للنادي الاهلي وتقدم مستحق. طبعا مستحق، وكان ممكن اهداف كمان تكتر عن كده. لا حول ولا قوة للداخلية تماما، مفيش هجمة خطرة حتى على الشناوي. النادي الأهلي شغال في الجناب كويس جدا، سواء ناحية أحمد عبد القادر أو حسين الشحات، عاملين خطورة كبيرة جدا، كرات عرضية، تسديد على المرمى من إمام وعمرو السولية وعبد القادر وفرص. يعني الأهلي متسيد اللقاء تماما وجاب هدفين بكل سهوله، واعتقد لو استمر على كده النتيجه هتزيد ان شاء الله. كابتن عادل، بدايه طيبه وسيناريو ولا اروع للشوط الاول، قد يعني تزيد الاهداف زي ما قال الكابتن اسامه الشوط الثاني، ولكن المطلوب ايه الشوط الثاني من لعيبه النادي الاهلي؟ المطلوب ان هو مستر كره هيريح بعض اللاعبين، ده طبيعي جدا من بدايه الشوط. لا ما اعرفش، اول مفترض يعني في التدوير في الوقت ده في الماتشات الصعبه دي والوقت المتقارب في المباريات لازم يريح من اول الشوط عشان يدي 45 دقيقه ويدي 45 دقيقه. لكن افتكر ان فرقه الهدف لما جه مبكرا خلى فرقه الداخليه تروح للبلان الثاني، بدات عايزه تهاجم فكشفت في الناحيه الدفاعيه، احرزنا الهدف الثاني. اعتقد ان النتيجه ممكن تزيد عن الماتش اللي فات كمان 4 ولا 5. بلال، الشوط الثاني بالنسبه لفرقتين. الاهلي خلاص سيطر على المباراه، سجل هدفين، اضاع اكثر من هدف، المباراه في متناول النادي الاهلي. يعني الطبيعي اللي يحصل الشوط الثاني انت تبتدي تستريح، تبتدي تشتغل استحواذ سلبي، ممكن في بعض الاوقات تحاول انك تروح على المرمى وتزيد من الاهداف، وده المتوقع الشوط الثاني. المباراه اتفتحت كطريقه لعب، لكن ك نفسيه بالنسبه لفرقه النادي خلاص نفسك. رد فعل الداخليه الشوط الثاني، مفيش رد فعل الداخليه الى الان حتى بعد تسجيل الهدفين. شفت الاهلي ما زال مسيطر، الاهلي عنده استعداد ان هو يسجل اكتر من هدف. فاعتقد الشوط الثاني ممكن يكون حصيله لبعض الاهداف ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتاكيد الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه.